10,000 متطوع أنهوا تدريبهم كدفعة أولى من الجيش الشعبي الذي شرع جيش اليمن تشكيله ليصل تعداده 10,000 من جميع المحافظات اليمنية. المتطوعون جلبوا أسلحتهم وذخائرهم من منازلهم ولم يكلفوا جيش اليمني شيء، وطلقوا تأهيلا تكميليا بالانضباط وإدارة المعارك من مدرسة الحرس الجمهوري لمساندة جيش اليمن في معركة تحرير فلسطين. المقاتلون القبليون تطوعوا من كافة المحافظات اليمنية، تلقوا تدريبهم التكميلي. أما تدريب السلاح فقد يفوقون الجيوش النظامية براعة في استخدام الأسلحة وقتال الشوارع. شبكة منصات عمان، محمد أبو أعمر.